ويا الاعلام. اي نعم محمد حميد كارتون. ما عنده حظ ويا الاعلام. اي والله ما عنده حظ. ليش؟ يعني استاذ علي خلينا نكون واقعيين، يعني محمد حميد اذا يطلع يصور بالمزرعه مالته وعشط ولازم سلاح مال صيد قبت الدنيا. انت لاعب منتخب وش جابك على هاي السوشيال ميديا؟ مو رجال بدوي دليم من الرمادي. يعني انا هاي طبيعتنا. طب احنا انت مو ابن عشائر؟ نعم. طبيعه عشائرنا هيك، حتى ابناء الجنوب كلهم يحبون الصيد ويحبون الباديه. يعني ابناء السماء ما يحبون الباديه، ابناء الناصريه ما يحبون الباديه. يعني انا اطلع شويه نفح عن 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 صدري. يعني هاي اعتقد ما انت اتهمت الاعلام وهذا اللي جاي تحكي مو كل الاعلام واضح. السوشيال ميديا هذا محمد. اي هو انا اقصد هاي صفحات. الصفحات المدفوعه الثمن انا ما اقصده على سالم. يعني مو الاعلام مو برامج الرياضه. لا لا مو المقدمين. لا لا المقدمين تحكي على السوشيال ميديا. لا المقدمين انا ما عندي مشكله وياهم، ولا اقصد القنوات ثاني، اقصد الصفحات المرتزقه. الصفحات المرتزقه ومو الكل، يعني بين قوسين، لانه كثير من الصفحات تدور فلوس وتخابرهم. اقول لهم يابا ايش قد تريدون في سبيل تمسحون هذا الشيء؟ لا انا بالعكس انا ما اخاف، لانه هذا الشيء مو غلط. انا رجال الدنيا كلها تعرفني. مستهدفيك صفحات؟ بالتاكيد. يعبون محمد حميد راح يدفع لهم.